السلام عليكم، بنرحب فيكم مرة ثانية. احنا بنستكمل في عمل شرح وتوضيح للوركشيت لشركة بيرنت تستخدم الفول ايكوتي ميثود وعندها يعني 100% يعني acquisition at book value without any differential، بالإضافة لأنه هذه الوركشيت اللي بنعملها في نهاية السنة الأولى، يعني initial year of ownership في نهاية السنة الأولى للاستحواذ. تعال نشوف مع بعض. اللون الغامق هذا اللي شفتوه هذا عبارة عن basic consolidation entry. لاحظوا استبعدنا income from sub اللي هم 50,000 فاكرينهم، وقلنا هذول الحسابين بينزلوا هان مرة واحدة، مش حاطط أسهم ولا مش حاطط، مش مشكلة، هذول المجاميع بينزلوا هنا. قلنا بنستبعد البيجنينج ريتيند ايرنجز لانه اوريدي هذا مضيوف جوه ال 300، مظبوط؟ حلو جدا. وبعدين لانه هذول نزلوا تحت بينزلوا زي ما هم، هذا استبعاد اوريدي لمين؟ للسبيشال فود نت انكم. طبعا ال 300 هذه اللي هي قيمه ال 30,000 قيمه الديكليرد، لانه اوريدي هذه الديكليرد يعني خفضت قيمه النت انكم في دفاتر الصب، لانه هذه استبعاد للصب، خدوا بالكم. طيب هذول الحسابين بدهم ينزلوا هان تحت، خدوا بالكم 300 150 ينزلوا تحت هيك، لان هم هذول بيكونوا الريتيند ايرنجز البالانس شيت هيهم تحت. طبعا 320 بدنا نشيلهم هذول حسابات مدينه بسلودان، ليش؟ لانه بنحط بدالهم اسيتس ولايبيلتيز. طبعا الـ احنا اوريدي شلنا البيجننج ريتيند ايرنجز، لكن اللي بيجي هان هو الاندنج ريتيند ايرنجز، هذا اندنج خدوا بالكم، اللي هم هذول الاثنين بينزلوا اندنج هان. فبضل علينا نستبعد الكومون ستوك، الكومن ستوك اللي هو 200,000 اللي هو تبع الصب، عشان يضل عندنا بس تبع مين؟ تبع البيرليس او البيرليس. طبعا بحكي الان الكلام اللي قلت لكم اياه، ذا بوتوم لاين نمبر فور ايتش اوف ذا فيرست تو سكشنز اوف ذا ورك شيت كاريز داون تو ذا نيكست فاينانشال ستيتمنت. طبعا زي ما تو حكيت، خلينا نتاكد من الكلام اللي قلنا زمان عليه. فاكرين قلت النت انكم للبيرنت قبل وبعد الكونسوليديشن لازم يكون متساوي، وإذا ما كانوش بكون في عندنا غلط. نمرة اثنين، الاندنج ريتيند ايرنينجز قبل وبعد لازم يكون متساوي، وهدول زي ما انتم شايفين متساويين. نرجع مرة ثانية، هو بيحكي كيف بننقل، بنعمل ارتكيليشن، بناخذ هدول بننزلهم هان قبل النت انكم، تمام، وبعدين هدول الاثنين الاندنج ريتيند ايرنينجز بينزلوا هان اندنج ريتيند. The ending retained earnings line is carried down to the balance sheet section. هذا اللي بيحكي عليه. In both cases, the entire line, كل في الحالتين كل الخط including total adjustments is carried forward. يعني بنجمع المجموع، المجموع هو اللي بترحل. Total debits must equal total credits for any single consolidation entry. طبعا متفقين عليها من زمان. أي عملية تسوية على جانب مدين لابد أن يقابلها تسوية على جانب مين؟ دائم. حلو. Because some consolidation entries extend to more than one section، لأنه في بعض قيود الـ consolidation داخل في أكثر من قسم of the worksheet، totals of the debit and credit adjustments are not likely to be equal in either of the first two sections of the worksheet، مش بالضرورة يكونوا متساويين في الورشيت، كأنه بيحكي على الميزانية. In the balance sheet portion of the worksheet, total debit balance must equal total credit balance for each company and the consolidation. طبعا بتساووا الاثنين في الميزانية، لكن يعني قصده يقول ميزانية متواصلة لكن مش متساوية. لو أخذتوا بالكم هنا 1,230,000 بس هنا 1,430,000، طبعا مبين. طبعا أنا ما حكيتش عن هذا، نسيت أحكي لكم، هو هذا عبارة عن اللي بسموه الـ optional elimination entry اللي هو قيد هو اختياري، بنستبعد فيها قيمة المخصص الموجود عندي للإكويبمنت من مين؟ من الأسيتس. يعني لو أخدتوا بالكم نقصنا الأسيتس في الصب، يعني لأنه أنا بيهمني كبيرنت لما أعمل أكوزيشن بيهمني النت أسيتس، فعشان أصل للنت أسيتس فأنا بخفض الأسيت هذه، لاحظوا بخفضها ب 300، فبصير عندي 300 هنا بس، وبخفض هدول ال 300 فبضل عندي 20، فكأن انا فعليا صار 300 من 20، فهمتوا عليها؟ فكأنه انا باخذ النت بوك فاليو بيكون خلال الفتره من بدايه السنه حتى نهايه السنه بس بيكون عندي 200
وثمانين. طبعا كان ممكن نصل لنفس الرقم احنا بس بدون القيد هذا، عشان كده القيد هذا بيقول عنه optional elimination entry، يعني لو انعمل او ما انعملش، لكن يفضل هو انعمل. ليش؟ لانه زي ما قلت في الاكوزيشن انا بيهمنيش الصب قديش كان فيه لا accumulated depreciation قبل الاكوزيشن، انا بيهمني اتابع ال accumulated depreciation من لحظه الاكوزيشن وما بعدها. يعني هذه تقريبا الاشياء اللي هو بيحكي عليها. طبعا بقول هنا when the parent uses the full equity method of accounting for investment consolidated net income should equal the parents، هو حكينا عليها. other clerical safeguards، بعض الاشياء اللي يعني كتابيه بتحمينا، انه the amounts reflected in the bottom line of the income section when summed across most across must equal the number reported as. طبعا يعني بقول هذه أشياء لازم ناخد بالنا منها عشان نتأكد إن شغلنا صح. وبقول هنا the amounts in the last line of the retained earnings statement must equal consolidated retained earnings when summed across، لما يتم جمعهم بصورة يعني across، يعني مجموعهم مع بعض. الآن تعال نشوف الحالة الثانية اللي هي second and subsequent years of ownership، يمكن هذه المهمة عشان كده ناخد بالنا في الامتحان، بده الـ consolidation statement أو شيء worksheet في الـ initial year of acquisition ولا الـ subsequent أو الـ second year of ownership أو acquisition، لأنه بتفرق كتير، لأنه بكون في عندي أنا يعني accumulated net income مرحل من السنوات اللي أنا سابقا، يعني السنوات اللي مش اللي قبل الاكوزيشن، لا السنوات اللي مرت من تاريخ الاكوزيشن. يعني انا في السنه الثانيه، السنه الاولى كنت انا عملت ارباح، عملت الشركه هذه ارباح حولت لي اياهم وزود قيمه الانفستمنت واعصر اعلى من قيمه البوك فاليو. حنشوف كيف مع بعض. الان في هذا الجزء حنحاول نشوف كيف ممكن نعمل consolidation sheet في السكند يير او بسموه subsequent years، السنوات اللاحقه لسنه الاكوزيشن. طبعا يعني هو ايش هذا بيختلف؟ بيختلف بعض الحاجات البسيطه، اهمها انه انا بدي اراعي قيمه النت انكم ريبورتد في الفتره او الفترات اللي فاتت، بالاضافه للديفيدنس اللي صارت في الفتره او الفترات السابقه. طبعا مبين انه في المثال تبعنا بنتكلم على السكند يير اوف اونر شيب اللي هي السنه التاليه لسنه الاستحواذ. فبيعطينا ايش هي الاشياء اللي لازم ناخذ بالنا منها. اولا بقول consolidation procedures employed here، اجراءات التوحيد القوائم الماليه هي are basically the same as those used at the end of the first year. هي اول حاجه، بقول الاجراءات اللي بنستخدمها في عمل consolidation في السنه الثانيه هي نفسها. طبعا خذوا بالكم كلمه basically لانه في شويه تغييرات، هي بالاساس تقريبا هي نفس البروسيجرز اللي بنستخدمها في نهايه السنه الاولى لسنه الاستحواذ. الحاجة الثانية بقول هنا adjusted trial balance data of individual companies are used. بدنا ناخذ ميزان مراجعة المعدل لكل شركة، individual companies لكل شركة من الشركات، اللي هو قصده البيرنت والصب. يعني ايش قصده المعدل؟ معدل بعد النت انكم جديد تبع السنة الحالية على النت انكم تبع السنة الأولى. الحاجة اللي بعدها بقول as the starting، ناخد هذه الميزان المراجعة المعدل as the starting point each time، في كل مرة consolidated statements are prepared بنعمل قوائم مالية. الآن check that each period، بنفحص انه في كل فترة following acquisition، في كل فترة لفترة او للاستحواذ has the beginning balance of consolidated retained earnings. في كل مرة بنفحص الـ beginning balance للـ consolidated retained earnings لازم يكون equal to the balance reported at the end of the prior periods. يعني خدوا بالكم الـ beginning balance هو نفسه اللي بيكون يعني نفسه الـ ending retained balance للسنة اللي قبلها. الحاجة اللي بعدها in all other respects، بالإضافة للأشياء الأخرى، the consolidation entries worksheet entries are comparable with those shown for the first year.
يعني باقي الاعتبارات تبقى انه قيود التسويات او قيود التوحيد والورك شيت انتريز، قيود الكونسوليديشن يعني بتكون تقريبا نفسها اللي موجوده عندنا في الجزء اللي فات. طيب وي الستريت consolidation after you after 2 years of ownership by continuing the example. بدنا نشوف في السنة الثانية نكمل على المثال تبعنا اللي هو خاص ب peerless products and special food. طبعا تنسوش peerless هي parent و special foods هي subsidiary. طبعا الآن بدنا نشوف إيش ال parent company entries، إيش قيود التسوية. تنسوش المثال تبعنا بيكمل كان في عام، إذا بديش أرجع مرة تانية المثال، تذكر الداتا اللي أعطانا إياها لهذا السؤال كانت لعام 2001 و2002، عشان كده هنلاحظ إنه peerless separate income from بعيدها الآن مرة تانية from its own operations، دخلها في عام 2002 من دخلها الخاص يعني بدون الدخل المتأتي إلها من الصب هو عبارة عن 160,000 and its dividends والتوزيعات بتاعت البيرنت كانت 60، فهذه net income لحالها وهذه توزيعات لحالها بدون الصب. الصب بيقول انه reported net income 75 في السنة الثانية and pays dividends 40,000. Parents records the following equity method. طبعا interest البيرنت بتسجل قيود التالية. طبعا القيود اللي حتسجلها أول إشي بدها تزود الانفستمنت تبعها بقيمة الريبورتد إنكم اللي هم 75 وتثبتهم كإنكم فروم صب، وبعد كده ال 40,000 تخفض قيمة الانفستمنت ويعني حساب بيكون كاش والطرف الثاني هو عبارة عن انفستمنت إن صب. هذا القيد الأولاني، وهذا القيد الثاني يعني هو مش مكتوب بس الأولاني حيكون انفستمنت إن اللي هي إيش اسمها تبعتنا سبيشال فودز لحاجة اسمها إنكم فروم سبيشال فودز. ولاحظوا هنا بيقول record peerless 100% share of special foods 22 income اللي هو reported اللي هو عبارة عن 75,000 بالإضافة اللي في عنا 40,000 هنقول cash investment in sub اللي هو عبارة عن 40,000. حلو جدا. الآن مطلوب بنا نعمل تسوية للبوك فاليو، ولازم البوك فاليو of peerless investment in sub which is equal to the book value of sub equity. في المثال تبعنا زي ما قلنا عشان التبسيط حيكون البوك فاليو للانفستمنت ان سب يساوي قيمه النت اسيتس في السب، يعني قصدي بتساوي قيمه الكومون والريتيند ايرنينجز اللي ظاهرين في دفاتر السب. طبعا كان بي انالايز اند سمرايز في الجدول اللي هو ظاهر قدامكم. خلينا ايش نعمل، نجيب البيانات عشان الصوره تكتمل. يعني انا جبت بس رحت جبت البيانات من الكتاب، ما اعرفش ايش الفكره تبعته وحاططهم فاضيين. الناس زي ما انتم عارفين الطلبه بحبوا يشوفوا الحاجه قدامهم، ما ينفعش تحكيها شفوي. فلو اخذتوا بالكم 75,000 اللي هي ريبورتد انكم زودت الانفستمنت زي ما حكيت، ورفعنا الانكم فروم صب بمقدار 75، قلنا بنخفض الانفستمنت بقيمه الريتيند ايرنينجز اللي هم ال 40 وبكون بيمثل قيمه الكاش اللي قبضنا. هذا كان بالنسبة للجزئية اللي القيود اللي كتبتهم البيرنت في نهاية العام أو في نهاية السنة الثانية اللي هو 20X2. الآن زي ما قلنا مطلوب منا نحسب البوك فاليو في نهاية السنة الثانية. تعال نشوف كيف مع بعض. لاحظوا البوك فاليو في بداية الفترة، لاحظوا احنا الآن السنة اللي فاتت كان وصلوا في آخر السنة الأولى كان وصلوا 320 قيمة الانفستمنت، فاكرين 300 قيمة الانفستمنت اللي هو تكلفة الشراء زائد الريبورتد انكم اللي اجاهم من الصب 50 ناقص التوزيعات اللي هي 30 فصفى 320. نفس الكلام قلنا يتطابق مع الايكويتي بتاعت الصب اللي هم الكومون 200 وكان في عندنا 100 ريتيند ايرنينجز واجاهم ان يعني ديستريبيوتد انكم اللي هو ال 20 اللي هو ال 50 ناقص ال 30 فصفى عندي لو اخذتوا بالكم 320. لان في السنه الثانيه عملنا نت انكم 75 وبعدين وزعنا أو وزعت الشركة هذا 75 مش إحنا تاعتنا، هذا اللي إجوا من الصب دير بالكم. تنسوش هذا الجانب بيمثل البيرنت وهذا الجانب بيمثل الصب. فجانا من الصب 75 ريبورتد إنكم وديفيدنس حصلنا 40، فكأنه صفى الإندينج بوك فاليو للإنفستمنت، يعني هذا حيظهر في حساب إنفستمنت إن صب
في الميزانيه بتاعت البيرنت 355. في المقابل نفس الرقم لازم نساوي، لان قلت انا ما فيش عندي ديفرنشال، ما فيش عندي زياده عن البوك فاليو. فلاحظوا الكامون ستوك ما زودناش ولا نقصنا في الكامون، ولكن ضفنا على الريتيند ايرنينجز 75 وخفضناهم في عدد دفاتر الصب، وخفضناهم بقيمه توزيعات الارباح ال 40، فصف عندي 150 155، فصف عندي هنا 355 وهنا 355. الان تعالوا نشوف البيسك إليمينيشن انتري او ما يسمى البيسك كونسوليديشن انتري. لازم يجيب زي ما قلنا اربع حاجات. طبعا الحاجه الاولانيه مكون من حاجتين، اللي هو سبيشال فودز ايكويتي اكونتس، اللي هو عباره عن حسابين. هذا لاحظوا حاجتين من الصب وحاجتين من البيرنت. حاجتين تعاون الصب اللي هم حساب الايكويتي اكونتس اللي هو عباره عن الكومن والريتين، وبنقيم الديفيدنس ديكليرد في دفاتر الصب. خلصنا منها لان هذا اصلا زي ما قلت دبل كاونتنج. البيرلس انكم دخل اللي جاي للبيرنت من الصب بدنا نشيله، لانه هو هيخش كحسابات تفصيليه ديتيلز ريفينيوز اكسبنسز. في المقابل ايضا كمان لازم نشيل انفستمنت ان صب من الميزانيه، هذا بنشال من الانكم ستيتمنت وهذا بنشال من البالانس شيت. لو اخذتوا بالكم الكومون 200، لاحظوا هذا البيانات من الجدول اللي فات، هذا من الجدول اللي تو حكينا عليه. لاحظوا هنا حنشيل 200 وحنشيل ال beginning retained earnings 120. لو اخذتوا بالكم هاي ال 200 كمون retained earnings. النت انكم او الانكم فروم سبيشال فودز اللي هي هذا حساب البيرنت وهذا حساب البيرنت، دول تاعون البيرنت ودول الثلاثه تاعون الصب ديكليرد اللي هم ال 40,000 اللي ظاهرين في الجدول هذا تبعنا. هي ال 40,000 لازم نشيلها لانه زي ما قلت محسوبه عند البيرنت. وهيك بكون لو خدتوا بالكم لازم يكون القيد مجموع الطرف المديني يساوي مجموع الطرف الدائن عشان تتاكدوا ان شغلكم صح. بيقول هنا the beginning retained earnings in 22x2 is different than the balance. طبعا شيء طبيعي الرصيد في بدايه عام، هنا لاحظوا الريتيند ايرنجز 120 لكن في السنه الاولى كان 100. اند ديفيدنس ديكليرد ديورينج، طبعا بيختلف هذا بيكوز اوف انكم اير، من الدخل اللي اتحقق والديفيدنس اللي صارت. يعني قصده يقول من وين اجوا ال 120؟ هذا من قيمه الريبورتد انكم اللي حصل في السنه الاولى اللي هو 2001 والديفيدنس اللي صارت في 2001، وبيشرح ليش هذا تغير يعني. The basic consolidation entry completely eliminates balances in peerless investments account. طبعا بيلغي القيد هذا الحسابين الرئيسيين اللي بيربطوا البيرنت مع الصب، اهمها peerless investments account اللي هو ظاهر في الميزانيه، as well the income from sub اللي ظاهر في الانكم ستيتمنت on the income statement in the worksheet. تعال نشوف الحساب تبعنا ايش هو. البيجنينج في السنه الثانيه خدوا بالكم 320، جانت انكم 75، وزعنا ديفيدنس 40، فصف عند 355. هذا الحساب لازم يلتغى، وبالتالي يبقى احنا حيكون انفستمنت انصب الاليمينيشن تبعه حيكون ب 355. انكم فروم سبيشال فود في عندنا 75,000، ال 75,000 هذول لازم يستبعدوا برضه عشان يكون الرصيد تبعنا صفر. تمام؟ فكانه الاستبعادات هنا توصلنا في الاخر الى رصيد صفر للانكم فروم صب وانفستمنت انصب. We repeat the same accumulated depreciation consolidation entry this year. احنا بنعيد يعني كتابة القيد قيد الاستبعاد الاختياري بنقول عنه optional. And every year as long as sub owns. وكل سنة بنعملها that we use the initial year. We use in the initial في السنة. فاكرين هذول القيد لابد نستبعده اللي هم 300,000 اللي هم كانوا ظاهرين أساسا في تاريخ الاكوزيشن، لانه زي ما قلت في الاكوزيشن اكت اكوزيشن ديت انا بيهمني قديش قيمه النت ايكويبمنت. الورك شيت كده كونسوليديشن ورك شيت شكلها بيكون كالاتي، هذه الانكم ستيتمنت وهذه الريتيند ايرنينجز وهذه البالانس شيت، طبعا هذه الاسيتس وهذه اللايبلز والايكويتي. طب اخذتوا بالكم في اللون غامق هذا هو عباره عن البيسك اليمينيشن انتري، استبعدنا الانكم فروم صب. خلينا نتكلم عن حسابين تعاون الصب، استبعدنا هذا بيستبعد النت انكم من الصب وهذا بيستبعد انفستمنت ان صب، هذول الاثنين اللي هم خاصين باستبعادات من البيرنت. والثلاثه هذول
هذا وهذا وهذا استبعادات من الصب. لاحظوا هذا وين انا بقول هذا اللي هو البيجنينج ريتيند ايرنكس من الصب، وطبعا ال 40,000 اللي هي الديفيدنس اللي هي عملتها الصب لانه اوريدي اصلا موجوده عند دخلت ك يعني ريبورتد انكم في الـ في النت انكم، فبالتالي بدي استبعدها من الصب، وايضا ال 200,000 اللي هو الكومن ستوك او الايكويتي بتاعت الصب. فهذا ولا هيك. طبعا هذا الاليمينيشن انتري زي ما قلت اللي هو في كل سنة بضل استبعد ال 300 لانه هذه بيمثل قيمة يعني الهدف من هذا القيد الاوبشنال اليمينيشن انتري، الهدف انه اصل لحاجة اسمها النت بوك فاليو ولا البيلدينج اكويبمنت ات ذا اكوزيشن ديت. الحاجة المهمة بقول كونسوليديتد نت انكم صافي او الدخل الموحد لعام 2021 appear as the last numbers in the income statement section of the worksheet in the consolidation column on the far right. طبعا هذا اللي بيظهر في اقصى هذه consolidated income اسمه اللي هو النت انكم، وطبعا كالعاده هذا بيساوي هذا فاكرين، والending retained earnings هو نفسها يعني الending retained earnings، لكن قلت مش بالضروره هذول يتساووا الا اذا ما عملناش ارباح ولا خسائر. ولين the number can be computed as follows. ممكن كان نصل للأرقام هذه كالآتي. أنا في عندي خذوا بالكم peerless net income في السنة الأولى والسنة الثانية 190-235. peerless equity income from sub إجانا 75 reported income، خذوا بالكم هذا يعني دخل معلن على 75. بعدين special food net income هذا طبعا هذا وهذا هذول التنين خاصين بالبيرلس عن السنتين، هذول عبارة عن special food net income صافي الدخل عن لاحظوا احنا بنتكلم هنا مش توزيعات بس صافي الدخل، فلو جمعنا هذا ناقص هذا زائد هذا طبعا بيعطينا 235. طبعا ليش بنستبعد ال 75 عشان اقول لكم؟ لانه زي ما قلنا بنستبعد ال 75 لانه هذا income from sub فهو اوريدي موجود هان، فعشان كده كان لازم نستبعده، والا اذا ما استبعدناهوش بصير عندنا الدخل محسوب مرتين لانه ال 75 موجوده هان، عشان كده كان لازم نستبعد ال 75 بضل عندنا بس بنضيفها مره واحده اللي هي سبيشال فود نت انكم، فكانه بنجمع الدخل اللي جاي من الشركه بيرلس والدخل لحاله اللي جاي، فهيك لما بنرفع ال 75 من هذا بضل النت انكم تبع البيرلس لحالها، بضيف عليه النت انكم تبع السبيشال فود لحالها بيعطيني الكونسوليديتد انكم اللي هو 235. نفس الكلام بالنسبه للكونسوليديتد ريتيند ايرنينجز، ذا اندينج كونسوليديتد ريتيند ايرنينجز نمبر از ايكوال تو ذا بيجنينج، طبعا متفقين عليه هذا ريتيند ايرنينجز بلس كونسوليديتد نت انكم ليس ديفيدنس ديكليرد اون ذا بيرنتس كومن ستوك. كان بي ممكن كان نحسبه كالاتي نفس الكلام، خدوا بالكم beginning retained earnings from its own operations اللي هو beginning retained هذه زائد هذه او اسف هذه لعام 2001 ل 2002. لاحظوا ان peerless income from its own operation هذا من دخلها الخاص البيرنت عملت دخل هالقد 140 او 160 في عام 2002. peerless income from special food هذا الدخل اللي جاء من special food since acquisition يعني cumulative كان 50 زي. ليش كوميوليتيف؟ لانه هذا تراكمي بيضل يزيد سنويا قيمه الريتيند ايرنينجز بيزيد وبينقص، بيزيد بالجزء اللي بنراح له على الريتيند ايرنينجز وبينقص بقيمه الليكويديتنج ديفيدنس اللي هي اذا كان وزعنا اكثر من النت انكم المحقق خلال العام. طبعا بيرلس ديفيدنس ديكليرد التوزيعات اللي عملتهم بيرلس لو اخذتوا بالكم احنا هنا بيكون 60-60 طبعا هي كانها وزعت في السنتين زي بعض فبيكون consolidated net income اللي هو عباره عن 630-605. بس خدوا بالكم من شغله احنا هنا كنا مستبعدين من البيجنينج ريتيند ايرنينجز اللي هي قيمه البيجنينج ريتيند ايرنينجز تحت الصب عشانها مستبعده مش موجوده، فعشان كده لو كانت احنا في الورك شيت كنا بنستبعد البيجنينج ريتيند ايرنينجز عشان لو انه ظلت موجوده كان لازم نستبعدها في الجدول، بس هنا اخذناها from its own operation يعني من شغلها الخاص، بس لو كان البيجنينج من الكل كان لازم نستبعد منها قيمه البيجنينج ريتيند ايرنينجز from sub.
الآن بنقف عند حاجة اسمها consolidation and cost method، يعني هي حالة نادرة لأنه في الغالب الـ cost method لا يتبعها consolidation، في الغالب الـ equity اللي بيلحقها consolidation. نوقف عند هيك إن شاء الله ونكمل المرة الجاية.